كنت داروتنا واتكري نكي قادي أبرها عام فيلكي لقادي فرحة كي سوء وريكتا أنت سوء قادي رحبين وفيوه داي بس كداف قرتان هو دات وحيش كوجي عم حار ورم وهي التلفون كادو أدو كفوق نيكان هدو حولي هاي ديقلي مرفلبو على السمي يا سمي لا تو ام الافريقي مكي كيماد ام الصومال ديغلي مرفلها ديغلي مرفلها هدان لسمينين اسو كان كان انو اهين ابترسيم مليه ابروني ياوي ابروني ياوي وي انت اوقت نو ابتري محمد 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 علي علي ديغلكي علي هو صحوا محمد محمد كنوا ويلكي مرفلة ماركا ها مرفلة محمد ما الناس تكسو قد بينا ما قصد هذه أبراني مركي لقى بحنا وحي أبترسق قال دونا لمن كان مصر بن حام يو مالح قال دونا إتوبي ماسي قال دونا مبين دان إيل أبراني مبين دان مرينا لكن بيمال هدي وليس جوجر هات بيمال هدي جوجر أو بيمال ماشي جوجر كاس أو نيك هذا ده هذا كان ده كان ده سنة هاي هات بيمال قارم ما قبل كشبة الله هس بيمال يشيق على يكسو هري سو ديا مينت سو ديجيت يقول يكسو كله هري تكينه واحد فهمان واحد قرتا سيد لو كاني وعذان لو كاني نيك لو كاني قالوا أو دقين ساس عمله أمالي شيء قال حدك سؤال سود جي بس كده لكن لما قال نم بيمار أي لا بيمار أي جات سنة أي ده أي مجر بيمار أي قويس أي مجر مقصد لما قال إنه ده أنا ديرة أي قويس أي جات سنة أي ده لكن بيمار لما كان جريرت على قاعدة بيمار لما صح ده قويس هو لما قال سنة دقينا مش لكن بيمارا اي جاتنا اي بيمارا اي قويسا اي اسم قوته وامارا ايكو جل راعا امارين حيبتين الدقين لكن بيمال هو اصل صومان معنى الشابع لده هو سيء انا الدقيهين اصل هو ما ايدتك اصل كأهلو خبص الله يقاتوا اللي الشابع لده هو سيء ما الدقيني بيمال وحو الدقيني هاي جبادة بحو الدقيني هاي وحو الدقيني هاي جبادة هو سيء اللي هاي الجمامة وي الدقيهين صومان ويقول سالك 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 باش مش نقول ولا شيء. أصلاً تكذب تعرف يعني هو كده جيس كده جيس هذا يعني صومعي دتك هو أصل كقفص شو كقفص هذا الشيء يا تربت بعد حد كراسي بمال لبدي سبيوت كراسي لاين دتك كان كراسي لاين كان كراسي لاين لا غادي كراسي ما يجي لا غادي بعد هذا لكن واحد كني إسات وسام مرف محمد مرف مرف له وسال الطري ولا الكيسة كلنا أنتوا جوايا لكن در ما إساق ميا دقل إمرف لك سو جيدة مس دقل إمرف لا يا إساق كسو جيدة إساق دقل إمرف لك سو جيدة أنا أقولش إساق محمد علي إلى برونوات إلين إساق ما بقى هم بمية ما أعرف يسمع عنه بن هاشم بن هاشم ما هو مو قرف كلمة إساق أنت هيك حدي على في حد مركي حني فحافس دايس جامع ما قاعد أنت هيك كأنت مو قد دعوت ما قاعد عبد القادر نور جامع ما قاعد هنا ما إيه أنت كوشان أنت ما هو حني فحافس كأنت سؤال يرد عنك ويديو كلمة فر بدن بجرس في صومالي مركي عندي حاجة شد ما يجي محاجة يتصالحان كلمة ده هذا مراجع كلمة مراجع مركز الإيرادات قبلها ذو قوي ولا جاي استعمالها ذلك مايلان ولا جاي استعمالها وكلمة مايا لكن لقى مهلو سيدا هذا بنتلان أو كله أما سيدا قلمودك أو كله هرشابيل مراجع لقى ما استعماله هرشابيل من كان جوهر يدك هو استعمالها يعني لكن معني ما استعمالها قبلها ذو الحين سيدا هروب قال أو كله ما يقول استعماله
alaayda xunta ah annaga macnihii annaga ka fiican annaga sidaas ah laakiin hadda waxaan u jeednaa in ma arkaysay macnihii maylan ay magac yeelato oo qof walba uu tartamayo marka taasna waxaan u aragnaa one man one vote in la raadinayo laakiin one man one vote haddaa raadinays bahaysi ku raadi ama si dhalasho ku raadi dad jira inaad tiraadid ma jiraan oo aabayaashooda la yaqaano khalad waayo magaalada laascaanood dhambaal baa inaga soo gaaray iyaduna oo halgan ku jirta dhambaalka wuxuu tilmaamayaa in ma arkaysay magaaladaas iyada ah saldhigga goojcadde loo bixin doono baydhabo yaray ama baydhabo yare haddii ma arkaysay macnihii saldhiggaasi ciidamada kusoo xadgudbay ee somalilan meesha laga saaro sidaas ayaa qaar ka mid ah jamaahiirta reer laascaanood ay nala wadaageen haddii ma arkaysay macnihii loo bixiyana waa okay waa ma arkaysay macnihii magaalo soomaaliyeed ayay ka dhigeen magacaasi haddii aan loo bixininna waxa weeye mar walba waa ku qanacsannahay sababtay tahay magaalada muqdishoba waxaa jira meelo loo bixiyey baydhabo meelo loo bixiyey galmudug meelo loo bixiyey hargeysa bila hargeysaha ka mid a meelo loo bixiyey puntland magaalooyinkeeda ama waa la helaya xataa maka ayaa loo bixiyey wadamada shisheeye roma loo bixiyey via roma liberia oo africa ah waa loo bixiyey marka haddii loo bixiyana waxa weeye waxaan u aragnaa tallaabo hore loo qaaday
oo ka dhigan in maarkaysay macnaheedu dadkii meesha laga soo tarxiilay oo lagu xad gudbay dadkoogi lagu raali gareynayo waa wax wanaagsan Soomaalida in isu soo dhawaato waxba kama qabo hadii xaafad kamid ah maarkaysay magaalada Baydhabo laascaanood loo bixiyo wax shida ma leh macnaheedu isu soo dhaweynaan u arkaa hadaysan xad gudub ku dhisnayn iyo sid bursiino walaalayaal dardaarankeena waxa weeye amalkana Ilaahay dartiisa u qabo waxa yeelay midkaad u amal falaysa daraadi AB uu arkaya sahaydana batso safarku waa u dheeriyay xamuulkan iska yare kaabada la fuuli doona mid adag weyn afar qodob ayaan ka hadlaynay koow Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame labo ridida raisul wasaare Xamse Cabdi Barre xukuumadiisi saddex waxaan ka hadlaynay bajaajlayaasha iyo gobolka Banaadir iyo Madale oo isaguna markaysay macnaheedu dad edbiyay taasi waxay u taalaa markaysay dadka sharciga yaqaana islaamka ah hadii gudoomiyaha uu xaq u leeyahay inuu dad garaaco iyo hadii markaysay maxkamad inay xukunto markaas kadib hadii garaacitaan u soo baxo macnaheedu la garaaci karo laakiin dadka waxaa la sheegay in la dhaqan celinayay oo markaysay daroogo iyo fixsi ay ku dhex jireen fixsiga iyo daroogadan in la dagaalamo waajib weeye sharciga diiniga ah iyo kan gaalada xataa daroogada waa la dirira waayo shacabkay burburisa markaysay qodobka kalena waxa weeye geopolitics of horn of africa gaar ahaan Soomaaliya jihaynta siyaasada Soomaaliya sida macnihi beelaha ay ku fakarayaan iyo maamulada ka jira muqaalkan muqaalka xiga koor hadina la kala qaato balanteena waxa weeye maanta waa isku dheeraanay muqaalkan in badan baad daawan doontaan sida aan rajaynayo ahad bay ahayd nasiino bari waa maalin inoo shaqo inkastoo wadamada muslimiinta ah qaarkii maanta maalin shaqay u tahay muqaalkan muqaalka xiga koor hadina la kala qaato walaalayaal balanteena waxa weeye idam alle jannatul firdawsa firdawsa